السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم بكل خير متابعين الكرام، تحية طيبة لكم أينما كنتم. إيطاليا، المحاكم الإيطالية الأكثر إنسانية والأكثر تطبيقا للقانون حقيقة، لما قالوا أنه فعلا هذه الدول مؤسسة لمنطقة شنغن هي الأساس، يعني لا ليتوانيا ولا استونيا ولا بولندا لا تطبق القانون الأوروبي، ولكن المحاكم الأوروبية تطبق داخل إيطاليا. الآن فهمت لماذا العراقيين يأتون مرفوضين 10 سنوات و12 سنة و15 سنة، خلال 7 أشهر يأخذون إقامة في إيطاليا. أحد الأشخاص أتى من السويد، يعني على بث التيك توك، قال 7 أشهر أنا في كتانيا وحصلت على الإقامة الإنسانية 5 سنين، 10 سنوات مرفوض في السويد والآن أخذ الإقامة في إيطاليا. المحكمة الصقلية تنتصر للمهاجرين المصريين. الآن إخواني راح تسمعون خبر عمركم ما سامعينا تماما، يعني المصريين طبعا بسبب المهاجرين اللي نقلوهم من لامبيدوزا المصريين إلى كتانيا، محكمة في صقلية تنتصر للأخوة المصريين مرة أخرى. طبعا هناك حكم من قبل المحكمة في كتانيا، وقال إنه إن مصر وبنغلاديش دول غير آمنة. لماذا؟ استند على كثير من الأشياء. قالت المحاكم الأوروبية، قال بأن كيف نعتبر الدول آمنة؟ يجب أن تكون آمنة على كامل أراضيها. يعني إخوان هذا الكلام من هذا الخبر اللي راح تسمعوه، قالت المحكمة الأوروبية يجب أن تصنف الدول آمنة إنها آمنة على كامل أراضيها. لا تعرفون شلون؟ يعني مو تقولون آمنة يعني مثلا ناس تسافر إلى مصر وتعمل سياحة إنه هذه دولة آمنة، لا. إذن تعالوا سمعوا ما قاله الرئيس المحكمة في كتانيا. وثق رئيس محكمة كتانيا ماسيمو إيشر انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك الاستخدام المنهجي للتعذيب من قبل الشرطة والعنف ضد محامي حقوق الإنسان والصحفيين والتمييز ضد النساء والأقليات الدينية والمثليين الجنسيين، ولهذا السبب رفض التوقيع على أمر احتجاز طالبي لجوء مصر. إذن إخواني الأعزاء تعالوا سمعوا ليش تعتبر أو كيف استندت المحاكم الإيطالية على هذا القرار. أحكام قضائية تحول دون تنفيذ خطة ميلوني لنقل المهاجرين غير القانونيين من إيطاليا إلى ألبانيا. بالمقابل تصف جورجيا ميلوني هذه الأحكام بالعقبات ولا تريد التخلي عن خطتها. لكن محكمة في صقلية اللي هي في كتانيا وجهت ضربة جديدة لخطة ميلوني إذا اعتبرت أن مصر لا يمكن اعتبارها آمنة. أقسم لكم بالله 10 سنوات مرفوض في السويد أخذ ب7 أشهر هنا. طيب إذا مصر غير آمنة فكيف بالعراق وسوريا؟ هيعتبروها غير آمنة تماما الإيطالي. أنقذ خبر السواحل الإيطالي يوم السبت إخواني الماضي نحو 60 مهاجرا، وكان من المفترض أن يتم نقلهم إلى لامبيدوزا. الخطة الجديدة، أغلب المهاجرين الذين تم انقاذهم هم من الرجال البالغين، رجال وأصحاء، يعني ما يعني أن فرصة بقائهم في إيطاليا ضئيلة، يجب أن ينقلوا إلى ألبانيا. إذ بحسب الاتفاقية الألبانية الإيطالية سيتم نقل جميع المهاجرين إلى ألبانيا، ومن المفترض أن يخضعوا لإجراءات لجوء مسرعة، ومن ثم يتم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية في غضون 30 يوما على الأكثر. هذه الخطة اللي على أساس يشتغلون بها. هكذا يبدو الأمر من الناحية النظرية، لكن من الناحية العملية فالوضع مختلف جدا. فبعد أن نقلت سفينة ليبرا قبل 3 أسابيع أول 16 مهاجرا من مصر وبنغلاديش إلى ألبانيا، أمرت محكمة إيطالية بنقلهم إلى إيطاليا فورا. هذه المحكمة اللي في روما، طبعا هناك خلافات سياسية صارت بين المحاكم، بين يعني المجال السياسي والقضائي، والسبب هو أن قضاة المحكمة لا يرون في مصر وبنغلاديش دول آمنة، يعني منشأة آمنة، يعني غير آمنة على كامل أراضيها. واستندت المحكمة في قرارها
على حكم المحكمة الأوروبية. المحكمة الأوروبية قالت بأن الدولة تصنف آمنة على كامل أراضيها، الذي صدر في 4 أكتوبر تشرين الأول الماضي، الذي قضى بأن الدولة التي تعتبر آمنة هي فقط تلك التي تكون آمنة في كامل أراضيها، وهو ما لا ينطبق على مصر ولا على بنغلاديش حسب ما أكدت المحكمة الإيطالية. إذن أخواني الأعزاء، مثل ما سمعتوا بأن المحكمة الإيطالية في روما رجعتهم، والآن المحكمة في كاتانيا وجهت ضربة جديدة بعدم احتجاز هؤلاء الذين قدموا جديد. قرار المحكمة هذا لم يعجب الحكومة الإيطالية اليمينية الحالية، إذ تسعى جاهدة لتطبيق خطتها الرامية إلى نقل المهاجرين. اسمعوا كيف ردت المحكمة إلى ألبانيا، وهما دفع جورجيا ميلوني إلى إصدار مرسوم طارئ أن يتم بموجبه تحويل القائمة الحالية للدول الآمنة إلى قانون وطني. يعني القائمة اللي صنفتها إيطاليا، دولة إيطاليا، أنها آمنة، تم تحويلها إلى قانون وطني يتوجب على المحاكم الإيطالية الالتزام به. وهنا يبقى السؤال، هل سيكون ذلك كافيا للتغلب على حكم محكمة الاتحاد الأوروبي؟ ليش إخواني؟ من المعروف أن القوانين الأوروبية تتفوق على التشريعات الوطنية. بالنسبة لرئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، فإن العقبات كانت متوقعة وسيتم التغلب عليه، وذلك بعدما ألغت محكمة روما 18 تشرين الأول أكتوبر الماضي احتجاز أول مجموعة من المهاجرين في مركز جديد في ألبانيا. يعني الآن هم يتساءلون، قالوا هل نمشي على قرارات الدولة الإيطالية أم نمشي على قرارات المحكمة الأوروبية؟ طبعا قالوا القوانين الأوروبية تتفوق على التشريعات الوطنية، يعني المحكمة الأوروبية لما تحكم تتفوق على الحكم داخل الدولة الأوروبية. ده تفهمون شلون؟ أما إذا كانت التشريعات من الحكومة فالمحكمة الأوروبية تنفي هذه التشريعات وتبطلها، ويتم التغلب على هذه التشريعات بحسب المحاكم الأوروبية. لكن المحكمة في صقلية وجهت الاثنين الرابع من نوفمبر تشرين الثاني الجاري ضربة جديدة لسياسة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بشأن المهاجرين، بإعلانها أن طلبات اللجوء من مصر لا يمكن تسريعها، وتم إدراج مصر على قائمة الحكومة لما يسمى بالدول الآمنة التي يمكن إعادة المهاجرين إليها بموجب عملية سريعة، وهي القائمة التي تم تحديدها الشهر الماضي فقط. إذن مصر ليست من الدول الآمنة ولا بنغلاديش، وأي طلبات يجب أن تدرس إذا كانت من قبل مهاجر مصري يجب أن تدرس في المحاكم الأوروبية أو المحاكم الإيطالية تحديدا. فهو هذا الموضوع إخواني الأعزاء، مصر وبنغلاديش ليست آمنة، فما بالكم بالعراق وسوريا؟ لهذا المحاكم الإيطالية لحد الآن تعطي إقامات للعراقيين. هذا هو الموضوع إخواني بالكامل، فتقبلوا مروري. تحياتي للجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.